باولينو بالجهة اليسرى إلى دودو، هذا أمهرهم، هذا أجملهم، باولينو بالرأس الآن فعلهم، فعلها باولينيو، سجل أول الأهداف لمصلحة نادي بني أسمان. كرة عرضية عالية بالرأس وهدف التعادل، هدف التعادل، ويا له من هدف ساشا، نقلها في أمام اللاعب أسامة رشيد بالخطأ، تسديده والهدف الثاني، هراجمة الصواريخ سواريز، شرب المياه لم تعد موجودة، وهذا أمر أقر الاتحاد، وجونينيو البديل الناجح.